ما من سائر إلى الله سبحانه وتعالى وواصل إليه وراتع في رياض حلاوة الإيمان به والأنس بطاعته إلا وقد سلك سبيل مراقبة لحظاته ولفظاته وخطواته وخطراته. فمن راقب اللفظات واللحظات والخطوات والخطرات فهو صديق، كما قال بعض السلف: من راقب اللفظات واللحظات والخطوات والخطرات فهو صديق. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومراقبة اللحظات أي مراقبة الأوقات، ومن أهل العلم من قال مراقبة اللحظات أي النظرات. مراقبة اللحظات أي الأوقات، ذلك لأن الله سبحانه لفت أنظار ذوي الأنظار وأبصار أولي الأبصار إلى أهمية أوقاتهم وساعاتها. فقد أقسم الله جل جلال الله بالليل وبالنهار وبأبعاضهما وبآلتي تقلبهما، أقسم بالليل وبالنهار، قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وذكر الشمس وذكر القمر. وربنا سبحانه أقسم بالضحى وأقسم بالعصر وأقسم بالفجر. فهذه ذكر هذه والقسم بهذه الأوقات والقسم بهذه الأمور يراد به لفت أنظار ذوي الأنظار إلى قيمتها وأهميتها، إذ أن مجموعها هو عمر الإنسان وحياته التي تنبني عليها إما سعادته أو شقاوته الأخروية، بل الدنيوية كذلك، لأن الحياة الدنيا من سعد فيها بصلته بالله وحلاوته وحلاوة الإيمان به استأنس في الآخرة بجنته، كما قال ابن عبد العزيز: قال: جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة الإيمان. وربنا سبحانه وبحمده بين لنا كذلك أهمية الليل والنهار في حياة أولي الألباب أو ذوي العقول الخالصة من الشوائب والمعائب. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب، اختلاف الليل والنهار. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يعمل عقله أو أراد أن يسير إلى الله بصالحات أعماله. فهذا الذكر العظيم ينبه إلى الليل وإلى النهار وإلى ساعاته وإلى الأوقات وأهميتها، ليسير الجاد إلى الله سبحانه وتعالى ممتطيا صهوة الليل والنهار إلى الله سبحانه وتعالى.